النجم الكورة صلاح، محمد صلاح بقى بسم الله ما شاء الله عليه أرقام قياسية في كل مكان، 100 هدف زي ما احنا عارفين في الدوري الإنجليزي، وأسرع جناح وصل للهدف رقم 100 في الدوري، وأسرع خامس لاعب في تاريخ البطولة يجيب رقم 100 جول. لكن بقى امبارح محمد صلاح لفت أنظار العالم كله. ليه؟ ازاي؟ كان السبب غريب جدا، عضلة شكلها غريب جدا في الجنب اليمين والجنب الشمال في جسم محمد صلاح، في ناس شبهتها كأنه ملاك حارس ماسك صلاح وسنده، لأنه الإيد عاملة كده، الإيد عاملة كده زي ما انتوا شايفين في الصورة، فملاك واقف وسنده بيقولوا كده، وانه عامل حاجه مش طبيعيه علشان يبقى كده. انتوا عارفين الاقاويل بتكثر في الحكايات، خصوصا لما صاحبها ما بيحسمش الامر او يبقى فيه سبب. يعني ناس قالوا دي كمان بسبب اصابه كتفه القديمه، وانه سر العضله وشكلها الغريب ده هو ده السبب عند محمد صلاح. عشان نعرف بقى ونستفسر، معانا على التليفون عبد الرحمن عيسى اللي هو مخطط أحمال ولنادي المقاولين العرب. مساء الخير نور، أهلا بحضرتك كابتن عبد الرحمن. مساء الخير، أهلا بك في 90 دقيقة. مساء النور، أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين. عايزة أقول لك الأول إنه في أقاويل كتير طلعت إنه محمد صلاح على السوشيال ميديا الايد دي اتكشفت وبانت وعنده حاجه وهو عامل حاجه وعشان كده بيجيب اجوان، وان دي الايد الحارسه اللي بتخليه يجيب الاجوان، وانه وحاجات كتيره جدا. عايزين بقى تشرح لنا بقى اصلا العضله دي هل يعني حاجه واقعيه، وايه يعني مدلولها؟ تمام، هي طبعا حاجة واقعية جدا، هي عضلة اسمها ستريتس انتيرير، عضلة اسمها المنشارية الأمامية. العضلة دي تبقى عند الأضلاع وبتمسك في عظم اللوح اللي هو يعني العظمة معلش المثبتة للكتف. يا كابتن، في عضلة حقيقي بتبقى موجودة على الجسم بهذا الشكل؟ يعني في ناس اه أجسامهم طبعا اه كتير طبعا أي حد عليهم بيتفرج العضلات بهذا الشكل. اه كويس، طبعا عشان الناس تعرف. دي نمرة واحد. نمرة اتنين اتفضل. نمرة اتنين، هو طبعا أي ظهور يعني ظهور العضلات أو وضوحها بيكون ليه علاقة كبيرة جدا بنسبة الدهون، فطبعا صلاح وصل لمستوى نسبة دهونه أعتقد تحت 5%، فعشان كده هو داخل في اللي هو المرحلة بتاعت كريستيانو والناس دي، عشان كده العضلة باينة عنده بشكل أوضح شوية عن الناس العادية. هي بتبان أكتر عند الرياضيين اللي بجد، مش اللي بيتمرن بس مع نفسه أو بيروح الجيم مع نفسه، بيتمرن بتبان عند الرياضيين أكتر، إن هي يعني عضلة. ايه الرياضيين اللي بجد يا كابتن؟ الرياضيين اللي هم بيشتغلوا على مستوى البطوله او مستوى عالمي، لان هم بيشتغلوا تمارين وظيفيه، يعني مش اجهزه الجيم العاديه، مش بيروح على الجيم ويشتغل اجهزه، لا بيشتغل حاجات زي العقله، بيشتغل حاجات زي يرمي اوزان، يستقبل اوزان، حاجات وظيفيه ومركبه اكتر. فالعضلات الصغيره اللي بتكون عضلات مثبته للمفاصل، عضلات بتحافظ على المفاصل وبتثبت عظم الله زي كده، بتكون شغاله اكتر من الناس العاديه في الجيم يعني. وهو اكيد برضه لما اتعرض لروتين مكثف للحفاظ على كتفه، فده من الحاجات اللي خلت العضله دي اقوى شويه عن الناس العاديه، او اقوى شويه عن بقيه الناس اللي هم لعيبه الكره العاديين، يعني عشان يحمي كتفه اكتر يعني. يعني الموضوع ملوش بقى علاقه بملاك حارس وانه مش لا عارف، لا خالص، مفيش الكلام ده، والعضله لا دي ده بيولوجيا وجسميا وعضويا اه ربنا خلينا بالفعل فيها. بتبقى موجوده نتيجه تدريب خاص بيتعمل. اه طبعا اه طبعا، هو صلاح طبعا كده كده في حته ثانيه زي ما حضرتك كرمتي وقلتي في الاول. صلاح اكبر ميزه فيه ان هو عنده معدل تطور ثابت، يعني النهارده لو نظام تدريب صلاح اللي كان هو عامله من سنتين هو مش هيتطور دلوقتي. الحاجات اللي احنا شايفينها دي سواء ارقام او حتى التغير اللي في جسمه، ده بيقول ان صلاح في كل مرحله من المراحل بيشتغل على البرنامج المناسب ليها، يعني بيتطور في برنامجه، وده اللي فارق معاه في كل الجوانب، بدني ومهاري وخططي وسكور وكل حاجه، مش صدفه يعني. واضح جدا يعني. بشكرك جدا كابتن عبد الرحمن عيسى، المخطط لأحمال نادي المقاولين العرب. نشكرك جدا، وربنا يحفظ اللاعب المصري الأصيل الجميل محمد صلاح.